السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب. ترحب بكم أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية التظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجلكم، وكلما ازداد عدد المشتركين نزداد عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والوريث والمستفيد والأسرة والجرحى والأرامل والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية وطرحها أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم احنا كنا في المتنبي وتداولنا مع بعض الاخوة القيادات الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات، وتم الاتفاق اليوم حقيقة بتأييد المحكمة الاتحادية بمحاسبة رئيس الهرم محمد الحلبوسي على جرائم عدة متعددة، من ضمنها التزوير، ومن ضمنها التطبيع مع إسرائيل، ومن ضمن ملفات الفساد التي ستظهر عليه، ومن ضمنها عليه وعلى زوجته المرة الأولى في العراق. أنا أصور وحدة إعلامية ما صار لها بعض السنين، تصير المرة الأولى ثرية بهذه الأموال. نقول يعني للقضاء العراقي، ومعلومة بسيطة، كما قال أمير المؤمنين، قانون تفعيل قانون، من أين لك هذا؟ هذا سيكشف الفاسدين الحقيقيين، الأرقام التي سرقت من العراق، التريليونات والمليارات من الدولارات اللي سرقت. لكن كحراك شعبي سنقف مع القضاء العراقي ضد هذا المجرم محمد الحلبوسي، لأنه قتل الشعب العراقي بقوانين مزيفة، وكان يستخدم درجته الوظيفية التي أتى لها ليس من انتخابات وإنما من خارج العراق، أتى بهذا المنصب بشراء الذمم وصار رئيس برلمان، وهو من الذي صوت على القانون العراقي. كل من يطبع مع إسرائيل يكون قرار الإعدام. فاليوم احنا قرارك حبيبي أبو جاسم على قولتهن نطلب الإعدام كأبناء الشعب العراقي، أن أنت طبعت مع إسرائيل وطبعت مع الصهيوني، فنطلب لك الإعدام. أما من يدعي، هذه بعض العالم طلعت الأفاق، حرب طائفية والمستهدف الكل المكون السني، حبيبي اللي اشتكي عليه ليث الدليمي. ليث الدليمي معروف منه، يعني ليث الدليمي مو من الناصرية، مو من البصرة، ليث الدليمي مو مدينة الصدر، ليث الدليمي من الأنبار، واللي اشتكوا عليه الأنبار، واللي اشتكوا عليه الجمويلات من عددهم، واللي اشتكوا عليه الكرابلة، واللي اشتكوا عليه كذا. فحبيبي يعني أهله اشتكوا عليه، هو مو خوش إنسان، هذا بين قوسين. أما كل من يدعي بهذه الحرب الطائفية لا نسمح له. الشعب العراقي واعي ومثقف ومستعد لانطلاق مظاهرة حقيقية نطالب بها أقصى العقوبات بحق هذا المجرم محمد الحلبوسي. تنفيذها يعني؟ تنفيذها نعم، قوانين، احنا نطالب بالقوانين، ليس بإجرام مثل ما يدعون. خافين نطلب عليه انهم يقولوا قتلوه، يقول لك هذول ميليشيات، لا، نطالب بالاجرام الحقيقي بالقانون الحقيقي، فضلاً فضلاً الذي هو كان يشرع القوانين، الذي كان يشرع القوانين، وهو انا اتوقع سيكشف ملفات كثيره من الفساد بالصوره بالصوت على الفاسدين الاخرى، وعلى القضاء والنزاهه تفعيل قوانين حقيقيه. اثبتوا لي مره واحده للشعب العراقي ان القضاء العراقي موجود وبصلابه، وسنقول له سيف بتار مع القضاء العراقي. هدفنا الاول الشعب العراقي، وعاش العراق موحدا من الشمال الى الجنوب. فضلا عن تأييدكم للمحكمه القرار المحكمه الاتحاديه، لدينا اختلافات مع قرارات المحكمه الاتحاديه، لكن بهذا القرار الذي سقوط الهرم الفاسد سنقف مع المحكمه الاتحاديه ومع القضاء العراقي ومع كل خيرين الشرفاء بهذا تنفيذ هذا القرار، لان هذا واجب وطني مقدس. عندما رئيس البرلمان العراقي يخون العراق ويخون ذمته، لماذا يقسم بالقرآن ويخون؟ هذا القسم العظيم انه يخدم الشعب العراقي، هو خان الشعب العراقي، سرق التريليونات وهم كل يعلمون، الكل يعلمون محمد الحلبوسي ماذا فعل وسرق وماذا قتل الشعب العراقي، وعليه اقصى العقوبات لانه هو رأس الهرم الحقيقي بالعراق. اذا يكون اصلاح حقيقي بالعراق سينطلق برأس الهرم البرلماني، لأن البرلمان هي قوة تشريعية وقوة تنفيذية بحق الوزراء وغير الوزراء، يعني التشريع والتنفيذ متابعة. ما نتمناه هو تفعيل القانون بأحلى ورق. معجز كرة التقدير محمد الملاحي. شكرا. أريد أحكي للمسؤولين مال نقابة المتقاعدين، جمتت الشغلة، ماكو تظاهرات على مود 100,000 دينار، وين حقنا؟ حق المواطن العراقي المتقاعد وينه؟
يعني كلكم جمدتوا على مود 100,000 دينار، هضربونا بالهروات وحادونا بالمظاهرات. ترى هاي 100,000 دينار غيظ من فيض. زين احنا شنو معناته تقشمرونا بهذا المبلغ وانتوا ساكتين يا رؤساء النقابات مات المتقاعدين؟ لهنا وبس؟ اذا انتوا سكتوا في المتقاعد ما يسكت. احنا نريد تغيير القانون، نريد صحة، نريد تعليم. يعني مواطن العراقي جاي يتبهذل، السوق اشتعل، يعني هاي المواد الغذائية اشتعلت. يعني من 100,000 دينار سكتوا انتوا غير الشعب. والله الشعب يعني مع الأسف يعني عربانة صرنا، مع الأسف انتوا الموجودين علينا ساكتين. وين هدفكم؟ وين هدفكم؟ زين هي الهدف مالكم على مدن 100؟ والله عيب، والله عيب عليكم تسكتون. يعني ضحكت علينا الحكومة وطتنا 100 وسكتنا؟ والله عيب عليكم. هسه المواطن العراقي المتقاعد ترى بنار، يريد يطلع، يريد يثور. وانتوا رؤساء المنظمات ساكتين. أنا بالنسبة لي كمتقاعد أخذت الراتب وأخذت 100 كأنه واحد يضحك وراي، يضحك وراي. شوفه راح المظاهرات ويضربوا بالدونكيات ويحودونهم وشيب البذاء بعثرت وانتهت وانهانت. أعطوهم 100,000 دينار سكتوا. والله هذا وضع. احنا نريد تغيير القانون، احنا نريد حق المتقاعد، نريد حق الورثة، نريد المبالغ اللي عندكم ما تعطونا اياها. احنا ندري ورا هاي 100,000 دينار اكو مصيبة ثانية راح تصير ضد المتقاعد. واحنا العراقيين نعرف كل شيء نعرف، وتظلين ساكتين. احنا ما نسكت. اخذ عكاستي واتبهذل وما اسكت. وانتوا كل من لابس لقاط ورباط وقاعد يصير رئيس منظمه متقاعدين. لا عمي ما اريد هاي السوالف، ما اريدكم حتى تصيرون علينا لجان وما لجان. ما اريد. المواطن ياخذ حقه بايده. اكبر كتله هي كتله المتقاعدين، اكثر من 5 مليون متقاعد بجميع الاصناف. وانت تجينا ابو قاسم تسكت على 100,000 دينار؟ مع الاسف عليك والله.